أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الراجح في سجود السهو؟ هل يكون قبل السلام أم بعده؟ يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة يكون قبل السلام لأنه جبران لها، وإن كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام ترغيما للشيطان. نعم.